أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية. هذه أبرز عناوينها. رئيس الجزائر يتعهد بتحرير الاستثمارات من قيود البيروقراطية ويحذر من تصرفات غير وطنية لعرقلة مساحة التخلص من التصنيع المزيف. خبراء يوصون بإقرار تشريعات محفزة لتحقيق الانتقال الطاقوي وتبني مقاربة تدريجية للتحول نحو مزيج طاقوي متعدد المصادر. نزيف في تداولات العملات المشفرة والبيتكوين تفقد خمس قيمتها، عمليات البيع تتجاوز مليار دولار في جلسة واحدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل تعهد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفع جميع القيود المعرقلة للمشاريع الصناعية بنهاية السنة الجارية ضمن مساحي تجاوز ما أسماه مرحلة التصنيع المزيف. رئيس تبون وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات ندوة حول الإنعاش الصناعي المحلي كشف عن وجود نية مبيتة لعرقلة العجلة الاقتصادية بهدف خلق الفوضى على حد تعبيرها. التغطية لسمية غانم والمتابعة لعبد النور حفصاوي. بكثير من الحقائق المؤلمة والراهن المتعثر للصناعة المحلية، وجه الرئيس الجزائري الحاضرين في ندوة الإنعاش الصناعي حين أقر بوجود تجميد متعمد بخلفيات سياسوية لعرقلة دخول الصناعة المحلية عهدها الجديد. في يعني بالتقريب مصانع جاهزة بالتقريب وقادرة تخلق 75,000 منصب شغل. 75,000 منصب شغل، وريني الدولة المتقدمة اللي قادرة تخلق 75,000 منصب شغل في ظرف قصير مثل هذا. يعني ما ناش باغي نشغلوا الناس، باغي نخلي الناس في الغضب، باغي نخلي الناس حذاري حذاري حذاري. ربما ما أمور ما تقاسش، يقول لك الرئيس راه يهبط الجزئيات. أنا جزئيات تهمني، لأن يهمني المواطن البسيط. رئيس تبون لم يتوقف هنا، بل امتد لوصف مبررات عرقلة بعض المشاريع الصناعية بالجريمة في حق الاقتصاد بعد مرحلة ما أسماه التصنيع المزيف ونفخ العجلات والتركيب عوض التصنيع. في بعض الأحيان كل شيء واجد إلا السيد اللي يعطي رخصة بداية الإنتاج قال نشوف وما زال ورجع غدوة ورجع بعد غدوة ورجع كذا. يعني هذه كلها علامات انحطاط 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 رهيب ما يخص تصرف الاقتصاد نتاعنا. ملايير دولارات صرفت في مصانع، في اخر يجي ان بيروقراط قال رخصه نعطيها لك، روح الشهر الجاي نعطيك الرخصه. يعني فهم روحك ادفع. كل شيء ماشي بالرشوه، حرام منكر، هذه مناكر. في مقابل هذه الاعترافات، الرئيس الجزائري أكد أن الوضع الحالي للصناعة المحلية يستدعي تحركا عاجلا لتصويبه بالقضاء على ما أسماه مخلفات الفساد وهدر المال العام. الرئيس تبون بشر الجزائريين بدخول الصناعة المحلية عهدا جديدا بنهاية الشهر الجاري بالإفراج عن حزمة من المشاريع الصناعية ورفع القيود عن مئات الملفات تخص مصانع جاهزة بقيت دون تشغيل لأسباب بيروقراطية. رئيس الجزائري أعلن رفع القيود عن 582 ملفا استثماري بنهاية الشهر الماضي، على أن يرفع التجميد عن 356 مشروعا آخر خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي. المساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر. وفي هذا الصدد وبناء على تعليمات أصدرتها تخص معالجة مجموعة كبيرة من المشاريع المتوقفة وعددها 402 مشروع، تم رفع القيود على 57 منها في ظرف قصير جدا.
رئيس تبون أعلن عن استحداث هيئة وطنية للعقار الصناعي السنة المقبلة، ما من شأنه تجريد القائمين على الجماعات المحلية، من شأنه تجريدهم من صلاحيات تسيير هذا الملف. أنا قررت ابتداء من سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان، نخلق الهيئة خاصة يناجنس وكالة وطنية للعقار الصناعي. العقار الصناعي ما يولي يتكلف لي به لا المير لا الوالي لا شرف الدائرة ولا غيرهم. وكالة وطنية للعقار الصناعي، نشوفوا الإجراءات من بعد تشريع العقار اللي موجود حاليا، تبقى مناطق النشاط هي في متناول رئيس البلدية والوالي، أما المناطق الصناعية تبقى من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة هذه. عبد المجيد تبون التزم بحماية المبادرين بتحرير الرخص الاستثمارية من المتابعات القضائية شريطة عدم ثبوت جرائم الفساد، داعيا البنوك لرفع تمويلاتها المواجهة للاستثمار. أنا نقول راه فيه مكتب خاص بالنسبة لوسيط الجمهورية اللي راه يشتغل مباشرة معايا، كل ما هو مظلوم من هذا الطراز هذا من هذا الظلم هذا ماذا بيا فورا يتصلوا بالوسيط الجمهورية ونشوفوا شكون اللي عنده الحق. في شأن متصل، تعتزم الجزائر تبني خيار الشراكة العمومية الخاصة كسبيل استراتيجي في إطار توطين صفقات الطلب العمومي محليا. مسعى شرعت كبريات الشركة الاقتصادية المملوكة للدولة في تجسيده بمنح عقود المناولة الخدماتية والصناعية لمؤسسات محلية. روبورتاج في السياق لوليد مذكور. توسيع مشاركة الشركات الخاصة المحلية في صفقات الطلب العمومي عبر بوابة المناولة الخدماتية والصناعية عهد جديد تشهده الجزائر في مسعى لتقليص اللجوء للأجانب في التسيير والإشراف على قطاعات اقتصادية هامة في مقدمتها المحروقات. تبعا للتوجيهات يعني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدعم الشركات الخاصة في قطاع المحروقات، حتى شركة سوناطراك اللي هي كذلك نظن باللي فتحت باب للشركات الخاصة انها تدخل مناطق يعني على مناطق حيوية كانت حكر ماذا على الشركات الأجنبية. ان شاء الله في القريب العاجل يعني تكون عندنا أبواب مفتوحة أننا ندخل لبعض القطاعات الاقتصادية في مجال المحروقات، ولحد الآن يعني راني نشوف يعني تحسن كبير يعني في الرؤية بالنسبة لسوناطراك اللي راهي نشوف الدعم إن شاء الله بقوة الشركة هذو باش يعني يواصلوا ويدخلوا هذا المجال. الشراكة العمومية والخاصة محور استراتيجي أدرجته كبريات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضمن أولوياتها المستقبلية. تعتزم العديد من المؤسسات العمومية إبرام صفقات بين القطاعين العام والخاص في الجزائر. شي يفرح حاجة مليحة للبلاد، ناس ولاد الجزائر يخدموا، ماذا بينا يدعمونا باش ننجحوا في هذه الأمور هذه، وهذا ضمان اللي فاست يعني نقعدوا نقدروا نخدموا فيها مئات السنين ما نوصلوش، ديما كاين جديد فيه، ديما كاين تطور جديد فيه. راح يكون شراكات مع 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 سوناطراك، مع سونالغاز، مع سيمنز، ابي بي، كاين بزاف شركات اللي لازم يكونوا شراكات معاهم. على ضوء شروع الحكومه في التحضير للقانون الخاص المؤطر للعمليه والتي من شانها توطين المئات من الصفقات التي تكلف الخزينة الجزائرية أموالا طائلة بالعملة الصعبة سنويا. في شأن اقتصادي آخر، أجمع المشاركون في الطبعة السادسة للأمن والتحول الطاقوي المنظم بالجزائر على ضرورة استحداث ثورة تشريعية محفزة في سياق مساعي تحقيق الانتقال الطاقوي. المشاركون في التظاهرة أوصوا بتبني مقاربة تدريجية في الذهاب نحو التحول الطاقوي بانتهاج استراتيجية المزيج والمصادر المتعددة في ضمان الأمن الطاقوي. ناريمان حماني.
لانتقال طاقوي بالجزائر دون الذهاب نحو ثورة تشريعية محفزة تضع مزايا جبائية وضاريبية في استهلاك الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. التحدي هو لازم نسرع، يعني بكل صراحة أنا نظن باللي حتى 15,000 ميجاوات غير كافي، لازم نزيد أكثر، ولو ما ننساش بالصح باللي لازم استثمارات ثانية كذلك. انتقال طاقوي يوصي الخبراء في المجال بحتمية الذهاب إليه بتبني مزيج طاقوي يترافق معه توسيع استعمال المصادر البديلة مع استغلال جميع مؤهلات البلاد في ميدان المصادر الأحفورية. لكي يعني نغيروا سياسات نتاعنا تكون سياسة يعني طاقوية اللي تمشي بزوج رجلين على الطاقات المتجددة والمحروقات أيضا. نقلة طاقوية ينشد عبرها المختصون أن تتخذ الطابع التدريجي في تجسيدها عبر تنفيذ مشاريع نموذجية قبل الذهاب نحو المنشآت العملاقة لتجنب الأخطاء وسوء التقدير. من ناحية الموارد المتاحة، الجزائر تسخر بالطاقة الشمسية، بالطاقة الرياح، بطاقات سي في الجيوثيرمي وأنواع أخرى من الطاقات، وبالتالي من خلال بلورة التصور متعدد الأطراف الذي يسمح للجميع المشاركة واستباق بعض الأخطار. وتعتزم الجزائر إنتاج 15,000 ميجاوات انطلاقا من مصادرة متجددة في آفاق 2030 بالتزامن مع إطلاق خطة جديدة للانتقال الطاقوي صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري مؤخرا. استقرت أسعار النفط بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة وسط مخاوف من تداعيات تزايد إصابات فيروس كورونا على الطلب العالمي من النفط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 21 سنتا لتصل إلى 69.88 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 24 سنتا لتصل إلى 66.26 دولارا للبرميل عند التسوية. في شأن متصل، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد باركيندو أن المنظمة ستواصل تعديلاتها على إمدادات سوق النفط. باركيندو خلال ندوة عبر تقنية التحاضر المرئي نظمها معهد بحثي إيطالي ذكر أن الكارتل النفطي سيواصل ضمان تحقيق الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام. رجحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا انخفاض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بفعل ظهور متحور فيروس كورونا. غورجييفا خلال مؤتمر رويترز نيكست توقعت أن يقوض الانتشار السريع للسلالة الجديدة ثقة المستثمرين والحكومات في ضخ استثمارات جديدة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أكتوبر الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي بحدود 5.9% هذا العام و 4.9% العام المقبل. خسرت البيتكوين خمس قيمتها السبت عندما أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار. هوت بيتكوين أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم إلى أقل من 42,000 دولار لتخسر نحو 22% من قيمتها في جلسة واحدة. ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال وانخفاض الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية. قبل الختام إليكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجزائر يتعهد بتحرير الاستثمارات من قيود البيروقراطية ويحذر من تصرفات غير وطنية لعرقلة مساحة التخلص من التصنيع المزيف.
الخبراء يوصون بإقرار تشريعات محفزة لتحقيق الانتقال الطاقوي وتبني مقاربة تدريجية للتحول نحو مزيج طاقوي متعدد المصادر. وتابعتم أيضا نزيف في تداولات العملات المشفرة والبيتكوين تفقد خمس قيمتها، عملية البيع تتجاوز مليار دولار في جلسة واحدة. تم النشرة مشاهدينا، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.